السياسه باش نعملوا دوره في السياسه كيما قلت من البدايه باش نحكيو على كواليس الانتخابات الرئاسيه شنو فما برشا حاجات ما نعرفوهمش ما كناش نجمو نحكيو فيهم في التوقيت هذاك اليوم باش نحكيو فيهم مع ضيفنا اللي جاب حدانا اليوم سي حاتم بولابيان مرحبا بك اهلا وسهلا شكرا على الاستضافه ومرحبا بك انت كنت مقدم روحك للانتخابات الرئاسيه parmi les candidats اللي كانوا حاضرين واللي زاد معناها دفعت بشراسه على حقك في الرئاسيه. باهي خلينا ناخذ ردود الفعل الساعه من الاول بعد الانتخابات انت هكا بعدك الركول اللي صار بعد الانتخابات شنو كيفاش ترى الدنيا؟ والله في مريت مبدل ساعه دو دوني اللي نسيوش الانتخابات سبق لوانها الرئاسيه دونك ما صارتش حمله في جمعات صارت حمله في جمعتين وفي جمعتين اللي معروف يقعد معروف واللي مش معروف يقعد مش معروف دونك اما انت ما كنتش معروف وليت معروف اكزاكتومون يبي ان بروبليم لوتوريتي وتعرف الانتخابات معناها فما بيكانال معناها الامريكان اللي يحب يقرب العلاقه ما بين الناخب والمترشح العلاقات الانسانيه اما هو تعليقا على كلامك سي حاتم اللي مش معروف برشا ولا رئيس جمهوريه مش معروف كسياسي لا معروف قيس سعيد من حلينا عينينا بعد الثوره خلينا نقولوا حلينا عينينا بعد الثوره رينيه في الاخبار الثمانيه لا صراحه قيس سعيد سافر كور انتريسون مش معروف كسياسي اما الى اون نوتوريتي مش معروف كسياسي باغ كونتخ انت معروف كسياسي في المليو بوليتيك معناها في الطبقه السياسيه مش عند دعم الشعب دونك نرجع للعلاقه بين المترشح والناخب هي علاقة مش وقت ولا العلاقة كل خطيب دونك من الاول لازم واحد ما يعرفش ولا كل يتعرف على الخطيبة ومن بعد شوية وقت وكل شيء دونك او فيت لا ريلاسيون تاع الفوت يلزم شوية وقت لازم الناس يراوها نرجع قيس السيد الرئيس قيس سعيد شعمل عنده 8 سنين ولا 9 سنين الناس لقاو الوقت باش يعرفوه وجات الظروف هذيا هو انه الناس خايبة امل بالسياسيين الكل اي دونك حبوا معناها الوقت الفلاني ذاك قبل الانتخابات قلت لهم الناس يحبوا ان شونجمون تغيير قالوا لي تغيير زعما نوفمبر شبه هذاك دونك الناس يلوجوا تغيير الناس فدت يحبوا تغيير اي دونك القوى هو حاضر وقتها انه ماهوش سياسي اما معروف بالكم معناها سكون ابيل لو تو دو نوتوريتي بور اتر ايلو يل فو اتر كونو ما نجمش انا ننتخب واحد ما نعرفوش اي دونك هو الى في معناها عنده كل نوتوريتي نسبه السيت نسبة سيت معروفة أما مش كسياسي كرجل قانون أستاذ قانون فوالا إي دونك من بعد صارت الترانسفورماسيون هذيك معناها وتعرفوها الانترميد نتاع نبيل قروي وكل شيء دونك إذا اكسبيرونس باهي لأنه حطيت فيها برشا فلوس والله مش برشا معناها بارابور ما خلطش السقف الانتخابي معناها ما خلطش السقف الانفاق الانتخابي سامحني قداش تقريبا كلهم كشفوا هم على الميزانيه نتاع الحملات نتاعهم والله نقول لك حاجه اما اكيد مش 10 ملايين كي سي قيس سعيد لا اقل خاطر تعرفش عليه اكثر نقول لك حاجه بوغ امبريمي بوغ اتر اونيت معناها بوغ امبريمي اي واحد ما تعرف لي زابريمور وصلوا قد ايه تكلف لامبريسيون نتاع لي زافيش هذيك المينيموم لامبريسيون نتاع لي زافيش بارك ساكوت اكثر من 10 ملايين La pression des affiches. Rajoukhra, déplacement pendant 15 jours, il y a toute une équipe qui se déplace, les équipes qui sont avec tout le monde. Mais il y a un peu de choses. Mais il y a un peu de choses. Les alentours, qu'est-ce que c'est? On dit quelque chose. Mais c'est une chantine à ça. Non, aujourd'hui, je ne suis pas. Mais. اليوم ما كملتش فما رئيس جمهوريه ورئيس حكومه مكلفين ورئيس حكومه تو مازال جايين الفاتورات تو شوف الفاتورات من زابري الي لي زامبريسيون نعطيكم ان شيفر قريب الي ماش لي زامبريسيون قريب 30 40 ميل دينار لي زامبريسيون دونك يلفو كونتي فما معناها لي امبريسيون برك وفما من بعد لي زيكيب فما بعد لي كونسي حاجه اخرى بعد فما برشا كده هاي سي حاتم صرفت برشا زيد على لي فوتوغراف ولا ديجيتال وكل مش كان على دونك هذاك المصروف وفما برشا ناس يخدموا معاك اون كونسي كونسلتون هذه اكسبيرونس جديده واحد اول مره يعملها دونك فما حوايج يلزم فما ناس تخدم معاك ومن بعد يفول لي ريمونيغي خاطر واحد يخدم معاك بوندون ان موا يلزمو بعد 5 سنين نجمو نلقاوك تعاود في الاكسبيريونس مرة أخرى؟ والله كيستيون دونفي هي معناها من بعد إذا كان هي شنو هي؟ هي رونكونتخ ما بين أن بوست وما بين ولا أون فونكسيون ميسيون وما بين راجل ولا مرأة. إي دونك هي ظروف وفات معناها من بعد 5 سنين واحد يمكن ما يعطيش إضافة ما عادش نجم يعطي إضافة يمكن ينجم يعطي إضافة أنت وظروف معناها اليوم ظروف حتى سي قيس سعيد في كرئيس جمهورية
وان شاء الله يعمل خدمه بها وظروف حدد الاحزاب اللي تعرفوها ربحت دونك بعد 5 سنين برشا حوايج بدا سكي سيور اليوم هو انه فم برشا ناس يعرضوني يقولوا لي نحن ما دخلناكش خاطر ما كناش نعرفوك مي فما الناس يقول لي اليزي من بعد يلزم اون ايكيب اللي تعلمت منه هو واحد وحده ما ينجمش فيه يفو توت اون ايكيب معناها هو وحدا قيس سعيد دونك تشوفوا يبي اون ايكيب معاه يبي ان بروجي اون ايكيب ومن بعد القراءه الصحيحه هو انه كانت لحظه سياسيه وقتها الناس فدت من السياسه حبوا التغيير دونك واحد خارج السياسه معناها الوحيد هو تشوفوا الليست معناها بارمي لي 5 بروميير الوحيد اللي ماهوش سياسي اي دونك تعدى في 5 سنين اخرين المتاكد منه من حاجه هو انه اللحظه مش تكون اجتماعيه اقتصاديه دونك مع الناس سي كالشهوه هذيك نتاع واحد غير سياسي اوكي دونك اللحظه مش تكون اجتماعيه اقتصاديه هي اليوم اللحظه الاجتماعيه اقتصاديه مي الناس مازال ما حسوش مليح والناس وقتها انا اظن في 2024 مش يلوجوا كلكان اللي عنده ان بروجي ان بروجي لتونس احنا باشنا نحكيو ساعه على اليوم ساحة سياسية شنو فيها رئيس الحكومة المكلف البرلمان واللي صاير اليوم في البرلمان جست بعد الموسيقى خليكم معنا